hint of something happening to me. There is something I would like you all to see. سيداتي آنساتي سادتي اسمحوا لي أقدم لكم مدينة الضباب لندن. ما فيش ضباب يعني اليومين دول والشمس طالعة أصلا بس هي اسمها كده. لندن مبدئيا كده عندها سمة أساسية جدا في شخصيتها إنها كوزموبوليتن بكل ما في الكلمة من معاني. أكتر من 300 لغة بيستعملوها أهل لندن، ده غير السياحة، ها ده الناس اللي عايشة. 7.5 مليون بني آدم فيهم من كل أجناس الأرض، من كل أعراق الأرض، من كل ديانات الأرض، من كل أصول الأرض. لندن مدينة بتلخص العالم، وبالرغم من كده هي مدينة عندها طابع خاص جدا بتطفيه على كل من يسكنها. Hello. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Where do you know Arabic? Shukran. Maybe I've been in Egypt. Have you been? Yes. How was it? Very good. What's the thing that you liked most about Egypt? I like the people. What's the thing? I like the fatahin. The fallahin? Yes. The farmers? Yes. How cool is that? Because I like the food. The Egyptian food is like my food. You eat the Egyptian style. No, I eat Italian food because I come from Italy. إيه أحلى حاجة في لندن؟ النظام. إيه أحلى حاجة في الإنجليز؟ النظام والمرور. إيه أحلى حاجة في الإنجليز؟ العملية. عارفين system في system و and they are sticking to the system. يعني يتمسكوا بالسيستم وبيمشوا عليه وبيحترموه. إيه أوحش حاجة فيهم؟ ما بيحاولوا يستغلوك أو يستفيدوا منك على أقصى ما يمكن. What is it about London that differs it from everywhere else? London is going down. Before, in the 40s, 50s, 60s, 70s, very good country. Today, yalla, yalla, yalla. It's very, very expensive to live here. Promise you that. True. I dislike that. My pockets empty right now. I sometimes feel very threatened in London. Muggings and... But that's the same in any city. Is there anything you dislike about London? Yeah, it's filthy. Filthy, huh? And there's too many people. No, it's too busy. It's filthy. No, it's too busy. It's filthy. Would you please point to that filth over there? Because I'd like my people to see London's filth. Because they'd be laughing at you. إيه أحلى حاجة في الإنجليز؟ أحلى حاجة في الإنجليز النظام. هنا النظام يعني متبع يعني كما أوزل يعني النظام هنا جميل. إيه أوحش حاجة في الإنجليز؟ أوحش حاجة في الإنجليز إني ما حدش يعرف حد، كل واحد لوحده، كل واحد مع حاله، يعني ما حدش يعرف حد. كنت فاكر إيه عن الإنجليز ولما جيت هنا اكتشفت إن كانت فكرة غلط تماما؟ يمكن يقولوا إن الإنجليز باردين، الإنجليز جامدين. بالعكس لقيتهم ناس طبيعية جدا. صحيح، أنا بحبهم أصلا. ناس طبيعيين جدا جدا جدا، بيحبوا يهزروا ويحبوا يضحكوا. السنس اوف هيومر بتاعهم رائع. بالظبط. طريقة التنكيت. بس ناس عادية يعني. في حاجة مهمة جدا. أيوه. يا رب الأندر جراوند اللي هنا يتنال في مصر. الأندر جراوند. هو الحقيقة ربنا عمرنا ما سمعنا عن ربنا بيعمل أندر جراوند، وطبعا يقدر سبحانه وتعالى على كل شيء. بس ما بيعملش أندر جراوند، بيخلي الناس هم اللي يعملوا أندر جراوند بتاعتهم. لا يبقى مش هتحصل. ما ينفعش سيرة لندن تيجي من غير ما نتكلم على واحد من أهم معالمها، مترو الأنفاق بتاعها، التيوب كما يسميه سكانها، أول مترو في العالم، أكبر شبكة مترو في العالم، 11 خط، 286 محطة، 400 كيلو من القضبان، منهم 180 تحت الأرض، 4.25 مليون راكب كل يوم. لو ملكية نفسها هي قلب لندن، فالمترو هو شرايين لندن. في راش اورز او اوقات الذروه المترو بيبقى زحمه جدا، زحمه اكتر من بتاعتنا بكتير، بس الحقيقه الفرق الاساسي انها زحمه منظمه.
اول ما المترو يقف في المحطه اللي نازل ينزل وبعدين اللي طالع يطلع ورا. لو حد نازل المحطه الجايه بيروح يقرب من الباب، وحاجه غريبه جدا الناس بتوسع له حتى السلالم الكهرباء. كل ما واحد يطلع السلم يروح جاي ناحيه اليمين عشان اللي مستعجل ومش عايز يستنى الكهرباء وعايز يطلع رجليه يتفضل من الشمال. عايز تنزل بسرعه تروح نازل كده، عايز تركن تاني تروح راكن كده.